تأتي تصريحات العديد من الوزراء والمسؤولين في نفس نهج تصريحات رجال المال والأعمال، ما يجعل الكثير يؤكدون أن رجال المال بات لهم تأثير كبير على السلطة. المزيد في هذا التقرير لأحمد رشدي. آخر تصريح لوزير التجارة عمر بن يونس بكون إفريقيا مجال حيوي للمنتوج الوطني جاء موازيا لدعوة رجل الأعمال علي حداد وعدد من أعضاء منتدى رؤساء المؤسسات للتوجه نحو إفريقيا. Premise nous l'a dit, un forum algéro-africain vers la fin de l'année. Et parce que le marché naturel pour nos exportations, c'est plus l'Afrique qu'un autre côté. Il y a vraiment des débouchés importants pour nos produits en Afrique. اهتمام رؤساء المؤسسات بإفريقيا فتح أعين الحكومة وجعلها تؤكد على ضرورة تشجيع التصدير خارج إطار المحروقات والتوجه نحو الأسواق الإفريقية. فهل هو سعي لترقية الاقتصاد أم اتباع لخطى رجال المال والأعمال؟ تصريح وزير التجارة هذا ينبئنا أن لرجل الأعمال في الجزائر بدأ يتغلغل في السلطة، وبدأ هو الذي يوجه السلطة. رجال الأعمال يفكرون من أجل استمرار مؤسساتهم، و الدولة أو الحكومة الجزائرية أو صانع القرار في الجزائر يفكر من أجل مصلحة الأفراد، وهذا شيء له تأثير كبير على الاقتصاد الجزائري ولا يمكن أن ننجح بهذا الأسلوب. التوجه نحو الأسواق الإفريقية خيار استراتيجي يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني ويفتح أبوابا أمام تطوير المنتجات المحلية، لكن السؤال لماذا تأخرت السلطة في انتهاجه؟